مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. توقفنا فتره طويله من الزمن، وها هي الشروق وزمن الرياضه يعود مره اخرى لنلتقي بكم. يمكن في الفتره اللي فاتت تابعنا جائحه كورونا، حمانا الله واياكم، وما فعلته في كل الانشطه، ليس الرياضيه فقط ولكن كل الانشطه. وفي كثير من الأسئلة اللي بتدور الآن عن النشاط الرياضي داخل السودان، هل سيكون هناك نشاط رياضي أم سيتواصل التوقف في النشاط الرياضي؟ ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بروفيسور شداد كان أصدر قرار بتجميد النشاط الرياضي في البلاد لحين اجتماع رئيس مجلس الإدارة، والآن في حديث بيقول إنه في اجتماع بين المجلس الاتحاد ووزارة الصحة من أجل البحث عن حلول للعودة النشاط الرياضي، وتم عرض الاجتماع الأول ولكن زي ما خرج بنتيجة، وتم الاتفاق على إنه يجتمعوا اجتماع آخر يوم الاثنين القادم. فهل يعود النشاط الرياضي أم خاصة بعد تمديد الحظر في السودان لعشرة أيام أخرى، أم سيتوقف النشاط الرياضي ويواصل التوقف؟ حنتحدث عن هذا الموضوع وموضوعات أخرى وضيف زمن الرياضة هذا الأسبوع، وبطل معانا بعد التوقف زميل العزيز المحلل الرياضي إبراهيم سليمان. إبراهيم مساء الخير، كل سنة طيب. مرحبا بك أستاذ معتصم، كل عام وأنتم بخير، وكل سنة والشعب السوداني بخير، ونسأل الله إنه ربنا يعيد علينا العيد ورمضان في ظروف أحسن، يعني يكون هذه الجائحة يعني قد زالت تماما من كل العالم مش من السودان بس. نعم. ونسأل الله إنه يعني تعود الحياة لطبيعتها في أقرب يعني فترة ممكنة، والناس تعود لمزاولة حياتها الطبيعية. وأنا سعيد إنه في أول حلقة لعودة البرنامج إنه أنا أكون ضيف، وأنا بعتبره تقدير كبير جدا من قناة الشروق لي في إن أول حلقة أنا أكون ضيف البرنامج، وخصوصا إنه إحنا لو تتذكر أنا وإنت كنا من أول الناس اللي نعين الشهداء الثورة. صح صح. عبر قناة الشروق. ممكن أنا وقت ذاك والله بصراحة خفت عليك في صورة كبيرة. خفت عليه من ال نعم من الحكومة البائدة. من تبعات هذا الأمر، لكن نقول الحمد لله إنه ربنا وفق الناس ووفق الثورة، وربنا يجعل أيامنا كلها حرية سلام وعدالة. آمين. وأنا كمان سعيد لأنك واحد من الناس الحقيقة اللي خدموا الشروق من خلال هذا البرنامج، وبزعت ذاتي أنا يعني وأنت بتكون معانا في أول حلقة من البرنامج، لأنك أصبحت واحد من أهل الشروق. كابتن إبراهيم، نحن في البداية نتكلم عن الأوضاع الصحية اللي فرضت على البلاد توقف النشاط الرياضي، نتكلم عن هذا الوضع وتوقف النشاط. طيب، هو حقيقة إحنا نتكلم عن وضع سادة العالم كله. نعم. إنه مش توقف النشاط الرياضي بس، توقفت كل الأنشطة، الحياة توقفت في العالم كله بسبب. نعم. جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم ممكن نقول من منتصف فبراير. نعم. يعني هي بدت من ديسمبر في الصين، لكن يعني ابتدت تجتاح العالم من منتصف فبراير. احنا بالنسبه لنا في السودان لغايه اول مارس كانت يعني ممكن نقول الحياه كانت الى حد ما طبيعيه، وبعد كده الموضوع تسارع بصوره كبيره جدا، اصبحنا نتابع حالات اصابات كثيره جدا، حالات وفيات عاليه جدا، وبعد كده طبعا الحياه تعطلت بصوره كامله، وجزء منها طبعا الحياة أو النشاط الرياضي، وخصوصا كرة القدم، باعتبار أنه إحنا في السودان 90% من نشاطنا الرياضي هو كرة قدم، مشان كده إحنا دائما نتحدث بصوت كرة القدم، ما قاعد نقول الرياضي بصفة عامة، لكن هو تعطل لكل النشاط الرياضي. حتى ملاعب الخماسيات اللي كان بتمارس فيها الرياضة للهواة، الأندية بصورة عامة اللي كان فيها كل النشاطات، أحواض السباحة، كل النشاطات الرياضية الآن هي معطلة بصورة كاملة. نعم. طيب كابتن إبراهيم، إذا تكلمنا عن اشتراطات الاتحاد الدولي بعودة النشاط، هل نحن عندنا القدرة على العودة؟ طيب، هي شوف الناس أنا أعتقد أنها بتصعب في
الأمر بصورة كبيرة جدا. زي ما الناس كانت بتتكلم عن إنه كورونا دي لو دخلت السودان هتكتل السودانيين دول كلهم في 5 أيام. صح. لكن أنا أعتقد إنه هي ما في الآخر هي بروتوكولات وطرق تعامل مع المرض بالصورة السليمة. يعني أنت المفترض تكون عارف حدود الأشياء المفروض تعملها. يعني انت مفترض تعمل شنو وما تعمل شنو. الخوف او الهزرتس الكبيره من شنو. دي هي الاشياء اللي انت ممكن تخرج بها من هذا النفق بصوره او ممكن نقول باقل الاضرار. لانه في الاخر ما في اي جهه الان نقدر نقول او اي بلد طلعت بدون اضرار. لكن كل ناس حاول ان هم يقللوا. انا اعتقد انه احنا من الدول الاضرار فيها يعني تعتبر قليله مقارنه بدول حتى الدول اللي حوالينا. يعني نعتبر الضرر اللي حصل من مرض كورونا بالنسبه للوفيات يعتبر ما عدد كبير. لذلك بيبقى الامر يعني في انه مدى جدية الناس في إنها هي تطبق هذه البروتوكولات. مش المسألة يعني الحديث عن الإمكانيات المادية زي ما حدث الآن. الناس كلها بتتكلم عن إنه هل إحنا عندنا إمكانية إنه إحنا نعمل الفحص كده ونعمل فحص قبل كده ونعمل. أنا أعتقد إنه هي ما مسألة صعبة. يعني إنه أنت تقدر توفر كل هذه الأشياء إذا كان في جدية في تطبيقها وطبقت بالمعايير الصحيحة. لأن أنت ممكن في الآخر تقول أنا عملت الفحص وما تكون عملت الفحص. فهي بيبقى المسألة في مدى جدية الناس ومدى إيمانه بأهمية هذا الشيء. وأنا أعتقد يعني برضو رأيي بصورة كبيرة إنه أن إحنا ما كنا صادقين في تعاملنا مع المرض كمواطنين. يعني الزول أنت بتخلي شغلك وبتقعد في البيت لكن في نفس الوقت بتقوم بتمشي بتقعد في 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 الشارع. في لا اكثر من كده. يعني ناس بتمشي بتشرب شيشه بصوره جماعيه. ناس بتقعد في جمسة شاي بصوره جماعيه كده. ففي اشياء كثيره جدا ان احنا ما كنا اي يعني انا ما بفر الزول. يعني حتى انا وانت كلامك ممكن سليم. نكون جزء كلامك سليم. من هذا الخطا. كلامك سليم. مساله المصافحه اللي هي دي من اول التحذيرات اللي الناس تكلمت عنها. مسألة المصافحة إلى الآن أنا ممكن أقول لك 90% من الشعب مصافحة. السوداني لا زال يمارس يعني عادة المصافحة. أنا بعتبرها عادة هي. نعم. لأنه هي ما سنة المصافحة. صح. ما سنة. نعم. السنة هي السلام. سلام. نعم. فالمصافحة دي هي عادة بالنسبة لنا إحنا. واحدة من 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 الموروثات عندنا إنه إحنا السلام بتاعنا فيه مصافحة. في دول كثيرة على فكرة الصين دي ما فيها مصافحة. وشوف كمية الانتشار اللي حصل في المرض كبير. تماما. ما من ثقافتهم. ما عندهم زول بيسلم على زول باليد. ما في شيكينج هاندز. فنحن انا اعتقد محتاجين برضو نكون صادقين في تطبيقنا لهذا البروتوكول. يعني الناس تلتزم لانه احنا ملوك التجاوز. الان احنا بنتكلم عن حظر التجول و 50% من الناس عندها تصاريح بتاعت حركه. نعم متحركه. وهي بتتحرك ولاشياء ما هامه للاسف. يعني نعم. لو الزول بيطلع للحاجه الضروريه انت بتعزله. لانه في الاخر انا محتاج انه انا اطلع اجيب اكل. محتاج انه انا امشي اجيب دواء البغاله اجيب دواء اشياء. لكن يعني ما ممكن اكون بطلع ساي. يعني بطلع لي يعني يقول لك انا زهقت من القعده اقوم ادور عربيتي واطلع ولا اتحرك. فمثلا نعم. اعتقد هل بتفتكر كابتن ابراهيم هل مع هذا البروتوكول اللي مفترض نحن ننفذه يعني الليله نحن كشعب زي ما قلت انت كلنا في 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 خرق للبروتوكول. هل ممكن نحن كشعب ننفذ هذا البروتوكول اذا فتح او نحن يعني الدوري قام في هذه الفتره؟ طيب شوف هو طبعا قرار العوده هو قرار صحي خالص. يعني ما بيحدده اتحاد الكره ولا وزاره الشباب والرياضه وانما بيحدده وزارة الصحة. وفي العالم كلها هي وزارة الصحة اللي أدت بيرميشن بإنه يعود النشاط الرياضي. نعم. من الأشياء الجيدة إنه في يعني زي ألمانيا الآن الدوري انطلق له قرابة الشهر. نعم. إلى الآن الحمد لله ما في حالة بتاعت كورونا بسبب النشاط في, في 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 أوساط اللاعبين. يعني حالات جديدة. تفتكر العكس إنه قبل كده. أنا في رأيي طبعا السبب هو الانضباط في تطبيق البروتوكول. نعم. يعني حتى الاتحاد ذاته كان أجريسيف جدا. الاتحاد الألماني في أول أسبوع كان في حالة من حالات الاحتفال اتعانقوا فيها لاعبين
الفريق اعتقد انه فريق بريمن او كولون. فمباشره بعد المباراه تم ايقاع عقوبه على اللاعب اللي احتفل بهذه الصوره. فبالتالي انت محتاج انك انت تكون صادق في تطبيقك لهذه البروتوكولات، ومفترض اتحاد الكوره والجهات المنظمه والانديه وكلها تكون ملتزمه. يعني ما يعني ما ينطلق الليناي تقوم تجي يقول لك يا اخي مثلا مسموح لخمسه اداريين، تلقى الاستاد فيه 100 زول. طيب انت كلامك ده، انا معايا الفاتح باني، المهندس فاتح باني، نائب رئيس اتحاد مجلس اداره الاتحاد السوداني لكره القدم. باش مهندس مساء الخير واهلا ومرحبا بك في زمن الرياضه. اهلا بك واهلا بشروق هذا البرنامج ده، والله الرياضه احنا مضيفك الكريم. اهلا ومرحبا بك. باشمهندس، دايرين نشوف رؤيه الاتحاد السوداني لعوده النشاط الرياضي. والله الاتحاد السوداني يعني بيحاول يعني 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 يا اخي الاتحاد السوداني رؤيته ما مطبق رؤيته الان، انه هو يملك يتملك قرار عوده النشاط، لانه الان القرار ما فيه. فالاتحاد في مساعيه انه يتملك القرار عشان يتخذ قرار بعد ذلك من استمرارة النشاط ولا إيقاف. نعم، القرار الآن في يد منه؟ الآن في يد السلطات الصحية. نعم، اجتمعتوا معاه؟ والله كان في عندنا إخوة اجتماع، عمل اجتماع الأول وكان عندهم اجتماع يوم الاثنين. نعم، الاجتماع كان شنو يعني، مبشر العودة ولا في بعض الاشتراطات اللي حاصل شنو كان؟ والله يا أخي الاجتماع يعني ناقش يعني بدوا في النقاش، افتكر في بعض العناصر اللي المفروض تكون في الاجتماع اعتذرت لاسباب ثانيه واجل الاجتماع يوم الاثنين. نعم. طيب انتم رؤيتكم شنو؟ رؤيتكم شنو يعني؟ انتم يعني اذا كان والله رؤيتنا نحن القرار يكون في يد الاتحاد، بعد ذلك الاتحاد عنده يقدم دراسه من كل الجهات المكونات في الاتحاد، لجنه منظمه، لجنه طبيه، حكام، غيره وغيره. لدراسه من ناحيه زمنيه، من ناحيه امكانيات، من ناحيه تنفيذ البروتوكول الصحي بتاع الفيفا. كل الاشياء دي نجمعها نقدمها لمجلس الاداره عشان يتخذ قرار. نعم. انه الناس تقدر تلعب او ما تقدر تلعب. نعم، البروتوكول الاتحاد الدولي بيقول شنو يعني؟ اشتراطاته شنو؟ والله البروتوكول هو بروتوكول ارشادي يعني. يعني بيوري انه الحياه اللي انت تعملها اذا دارت تمارس نشاط. نعم. هل في قدرتكم انه انتم هذه الاشتراطات تنفذ ونحن تابعنا يعني زي ما قال كابتن ابراهيم؟ والله الاشتراطات دي طبعا يعني تنفيذها ما بيد الاتحاد. هي في اشياء كثيره جدا منها المفروض تكون الصحه شريك فيها. نعم. فبيشوف امكانيات الصحه انه هي هل بتقدر على الحياه دي، هل ظروفهم بتسمح لهم، هل امكانياتهم بتسمح لهم، هل احنا في الاتحاد ممكن نقدم شنو؟ نعم. بعدك يتخذ نعمل القرار. طيب اذا وضعنا جانب وزاره الصحه جانب ووضعنا الاتحاد السوداني لكره القدم جانب ثاني، هل انتم الاشياء اللي بتليكم عندكم قدره عليها؟ مثلا اشياء الاشتراطات الاتحاد الدولي، يعني اذا كان في اشتراطات معظمها الاشتراطات اللي هي بتاعت الكشف الطبي و التباعد والتعقيم والحياه دي. يعني دي الاشياء كل البروتوكول كل اشياء كل حياه طبيه اللي هي الاشتراطات اللي الناس بتدعو لها. نعم. يعني التباعد الاجتماعي في السفر في السكن في الفنادق في البصات حتى في الميادين، تعقيم الميادين، تعقيم المدرجات، الجهاز الفني، تعقيم أرضية الملعب، كل هذه الأشياء، الغرف اللاعبين، الحمامات وغيرها وغيرها، الكشف الطبي عند إعلان الدوري قبل 3 أيام من بداية الدوري، الكشف أثناء الدوري. نعم. هل أنت الحاجات اللي ذكرتها هذه كلها، هل أنتم كاتحاد لو سمح بممارسة النشاط، هل عندكم القدرة عليها؟ من غير صحة؟ بوجود الصحة، ما في أشياء بتليكم أنتم التنفيذ، يعني إنه نعملها بنانا من غير لا مع الصحة ما أنتم عندكم أشياء. إذا وزارة الصحة هي
بتلتزم باشياء كثيره منها. ممكن انا بقول لك ممكن اذا التزمت، لكن اذا الوزاره ما بتلتزم بالاشياء دي او ما يعني ظروفها ما بتسمح لها بها، فاذا اصلا هي تطبيقها حرفيا صعب على الاتحاد يطبقها. طيب اذا التزمت وزاره الصحه، نحن عارفين يعني يمكن انا ما بتهم الاتحاد، لكن نحن كسودانيين زي ما قال كابتن ابراهيم قبل شويه، اذا التزمت وزاره عندنا تجاوزات هل بتلتزم؟ عندنا عامل زمني ثاني رئيس. نعم، هل الفتره الزمنيه المتبقيه بتكفي؟ هل بتكفي هي؟ طيب انا سالتك، هل ممكن نعيد البرمجه بحيث انه الزمن يكفي؟ اذا ما ممكن احنا ما حنقدر نلعب. طيب بتفتكر انه الزمن بيكفي؟ الزمن عندنا عنصر مهم جدا احنا بنلعب. صح، المفروض يكفي للموسم شهر كم؟ الموسم قفل. طيب عندكم زمن لغايه متى؟ الموسم يوم 11/6 الموسم انتهى. طيب الزمن اللي عندكم كم؟ يفترض انه الموسم الجديد يبدا يوم 15/8. 15/8. طيب بتفتكر الزمن ضيق؟ فعلا الزمن ضيق. ما اقول لك في متفق من الزمن، الزمن ضيق. طيب اذا الزمن ضيق ولم يعني نستطيع كدوله او كوزاره صحه، معتصم معليش، نعم، هو السؤال انه هو محتاج لكم عشان يكمل الموسم زمن؟ زي ما قال لك كابتن ابراهيم الزمن ضيق، انت محتاج لكم مثلا عشان تكمل؟ والله انا عندي فتره اللعب، انا برنامجي الويس احنا وقفنا يوم 13/3. نعم، اذا الدوري استمر كان بينتهي يوم 9/6. نعم، اللي هي تقريبا زي شهرين و22 يوم. نعم، ده فتره اللعب غير فتره الاعداد اللي هي محتاجين لها بعد التوقف. نعم نعم، فالفتره دي اللي شهرين و22 يوم، يعني ممكن اعيد برمجتها في شهرين ونص، ممكن اعيد في شهرين و10 يوم، ممكن يعني ممكن في اشياء معينه، لكن ما ممكن تكون اكثر من كده. نعم، يعني في انت عندك شهرين ومضبوط. كويس. نعم، دي الفتره المتبقيه او شهرين. دليل زايد عندي فتره اعداد، فتره اعداد هي فتره مهمه جدا، من 3 أسابيع لـ6 أسابيع. نعم، يبقى زمن بنتفق على زمن معين فيه. نعم، ده الزمن المتبقي لي. ولا ما اكون كده جاوبت على سؤالك ولا لا؟ نعم نعم، الزمن واضح غير كافي، وخاصه في ظل هذه الظروف. بتفتكر الحل الامثل شنو؟ والله يعني الحل الامثل، انا الحل الامثل طبعا هو ما يجي من مجلس الاداره. ما احنا كل المعطيات دي، نعم، حنرفع احنا كلجنه منظمه للمسابقات، هنرفع مذكره لمجلس الاداره. نعم، احنا بعد بنقعد اللجنه المنظمه بتجتمع وبتنظر في الزمن والاشتراطات الصحيه، ما نقدر نعمل منها ما نعجز عنه، الزمن اللي بكفي، اذا زمن بكفينا في زمن بننتهي في وقت مناسب، اذا ما بننتهي في وقت مناسب، كل هذه بنجمعها بنعدها في تقرير بتوصيه مسحوب التوصيه اللي هو بتكون واحد من اثنين. يعني التوصيه ايلر بالغاء الموسم، نعم، وبدايه موسم جديد، او بتكمله الموسم، نعم، واحد من الاثنين. التوصيه اللي بتوصلها اللجنه المنظمه بترفعها لمجلس الاداره. نعم. طيب كابتن مهندس الفاتح، اذا تم الغاء الموسم المشاركات الافريقيه كيف حتكون؟ ده قرار مجلس الاداره، يعني يختار اي فرق تمثل. نعم، مجلس الإدارة يختار الفرق اللي بتمثل خارجية. طيب أنا إذا سألت، الاختيار بيكون يعني وفق قانون ولا في أشياء أخرى؟ والله ما في، مجلس الإدارة قد المجلس يقرر إنه يمثل بأبطال الموسم السابق. نعم نعم، يعني كل المجلس يقرر بإنه أحسن فرق في المرحلة المضادة. نعم، يعني كل يعني الأمور واردة، كل الأشياء متروكة لمجلس الإدارة. كل الأمور واردة. كل الأمور واردة. نعم، أنا بحييك كثير جدا مهندس الفاتح احمد باني، نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد السوداني لكره القدم، شكرا لك كثير. شكرا لك. شكرا. تعليقك شنو؟ طيب هو انا حقيقه عندي كثير ملاحظات على 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 دائما مخاطبات الاتحاد في هذا الامر. طيب احنا اول حاجه احنا بنتكلم عن نهايه موسم. نعم. الموسم ده موسم استثنائي، يعني سواء لينا او للاتحاد الافريقي اللي بنشارك في منافساته. الاتحاد الافريقي نفسه الان احتمال الموسم بتاعه امتد لحد نوفمبر. على احسن الفروض اذا نجح في انه هو يكمل هذه البطوله في 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 ظروف يعني عمل الخطه اللي تحدث عنها، غادي ينتهي في سبتمبر. نعم. اذا تكلمنا عن عوده للنشاط،
في يونيو يعني بداية إعداد مثلا في نهاية يونيو هيكون عندنا يوليو وأغسطس وسبتمبر، دي ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر أنا في رأيي إنها أكثر من كافية لأنه أنت تكمل فيها الموسم. ليه؟ إحنا بنتكلم عن الدوري الممتاز مثلا. الدوري الممتاز إحنا عندنا أكثر فرق عندها مباريات متبقية اللي هي الهلال والمريخ، 10 مباريات. العشر مباريات إذا لعبنا على فكرة في مثلا زي الدوري الأسباني أنت بتلعب مباراة كل ثلاثة أيام. في دوريات لعبوا في الأول زي الدوري الألماني لعبوا مباراة بعد 4 أيام لعبوا وبعد شوية بعد 5 أيام لحد ما الأوضاع الآن بيقوا بيلعبوا كل أسبوع. فضل لهم أسبوعين والدوري بتاعهم ينتهي. إحنا ممكن نلعب كله 5 أيام. هل الزمن بكفي خمس كل خمسة؟ إذا لعبنا كله 5 أيام أنت بتتكلم عن 50 يوم. وأنت تتكلم عن مطر أقل عن شهرين. نعم. كويس أقل من شهرين. والمطر ده ما قاعد يمنع الكورة. أحياناً بيمنع عشان في استادات. والله ده ما شوف ما في لأنه في أفريقيا دي إحنا يعني شفنا في رغم بتلعب في ظروف الـ يعني المطر شغال والكورة ما بتقدر تلعبها. نعم. والمباراة تكمل ما يعني ما واحدة من الأسباب الفيفا ما بتقول لك إنه لو في مطر الكرة ما بتلعب. شفنا في الدوري الروسي وفي في 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 اوروبا بيلعبوا في جليد، الميدان بيكون فيه جليد لما بيجيبوا الكرة الحمراء دي يلعبوا بها. نعم. طيب يبقى انت محتاج انك انت تكمل الموسم من اجل توفير حاجة مهمة جدا في كرة القدم اللي هي العدالة. لانه اسي انت الان سألت استاذ الفاتح باني هل من المنطق انك انت يعني ترشح الفرق بتاعت الموسم السابق؟ نعم. ما منطقية. طيب إذا تكلمت عن الموسم ده ترتيب الفرق الآن في فرق متأخرة في مبارياتها مثلا زي مريخ الفاشر إنه مباريات مؤجلة. نعم. فزي مريخ الفاشر إذا لعبته ممكن يتخطى مثلا فريق الأمل. نعم. إذا كسب مبارياته المتبقية ممكن يكسب فريق الأمل. نعم. فعدد المباريات نفسه الفرق ما متساوية فيه. نعم. وغير كده في فرق كان الكيرف بتاعها زي ما بيقولوا في العالي. يعني ابتدت تكسب في مباريات الاخيره زي هلال كادوغلي مثلا. نعم. صح ترتيبه متاخر لكن ابتدى يكسب في المباريات. نعم. في فرق زي الهلال الابيض عنده حوالي 9 انتصارات متتاليه. فممكن يعني كان يتقدم وياخذ واحد من المركزين الاول والثاني ويمثل في دوري الابطال هيعرف موسم كويس. نعم. فهي بيبقى الامر برمته ما عادل انك انت تقول انا ابطال الموسم السابق. فيها فرق الخرطوم الوطني في الموسم السابق مثلا الان من فرق الوسط وممكن حتى اقرب لفرق المؤخره يعني في الوسط فرق الوسط المتاخره. فبالتالي انت محتاج لانك تحقق عداله. نعم. فكل الاجتهاد انا في رايي ودي الحاله المفترضه الاتحاد لما يقعد مع وزاره الشباب والرياضه ويقعد مع وزاره الصحه من اجل مناقشه هذا الامر يوم الاثنين يوري انه هو عنده اولويه تحقيق العداله ده في اي شيء يعني. مش في احنا بنتكلم هسه عن العداله في السياسه وفي اشياء لكن حتى في كره القدم انت كاتحاد من اولوياتك انك انت تحقق العداله في المنافسات على الاقل الممثل. فدي حاجه حتنتفي. نعم. طيب. أنا قبل حاجيك راجع لكن معي تلفون الأستاذ عاصم الخولاني رئيس مريخ الفاشر. أستاذ عاصم مساء الخير وأهلا ومرحبا بك في زمن الرياضة. مرحبا بكم وتحياتنا لكل المشاهدين والمستمعين الكرام. يا ريت يعني يمكن قبل شوية كان معي المهندس باني وبيتحدث عن عودة المنافسة وإنه هناك اشتراطات وهناك لقاءات مع وزارة الصحة في بعض الأشياء قد تعطل الموسم وقد يكون اختيار الأندية الممثلة نتيجة للموسم السابق أو نتيجة للمباريات التي لعبت. يا ريت تحدثنا شوية وانت واحد من الأندية اللي يمكن مباريات زي ما قال كابتن إبراهيم لعبت وأقل عدد المباريات. والله دي حقيقة طبعا يعني احنا يعني الجائحة بتاعت كورونا يمكن ادت الى متغيرات كبيرة في الساحة ونتيجة لها تأثرت الحركة في كل العالم من كل النواحي اقتصادية وسياسية واجتماعية ورياضية وخلافه. واحنا كرياضة تأثرنا بالحاجة دي طبعا مسألة طبيعية جدا. نعم. الان يعني النشاط عشان يعود واضح انه الفيفا وضعت عدد من الاشتراطات في انه النشاط يعود.
نعم. الاشتراطات دي انا يعني اللي شايفه مع ظروف السودان والامكانيات ممكن تكون تطبيقها صعب جدا. لانه لو اخذنا بس ابسط حاجه في اخر مباريات بتاعت الموسم اللي اتلعبت انه المفروض تتلعب بالجمهور لاحظنا انه الجماهير دخلت الملعب عنوه يعني. نعم. وبالتالي يعني يصعب في انه انت المساله دي تبقى وده بدون امكانيات، المساله دي صعبه من ناحيه. من الناحيه الثانيه ايضا يعني احنا كعندي ايضا انت عشان تيجي داير تبدا الموسم حتى لو داير نبدا الموسم يعني في بعد التوقف الثلاثة شهور دي انت يعني محتاج انك تجهز الفريق من ناحية فنية ومن ناحية مالية. من ناحية مالية كل العالم عانى من الظروف الاقتصادية، فأي نادي عشان يقول لك هو جاهز بكرة بيخش الموسم كده والله يقول لك كذاب. يعني دي هي كل الأندية في السودان بدون استثناء بتكون محتاجة لسنة مالي كبير جدا حتى تجتاز المرحلة دي. الشيء الآخر من الناحية الفنية انت لو داير تتكلم داير تجهز لاعبين عشان يبدأ موسم داير لك أقل حاجة 6 أسابيع، دي مسألة بتكون صعبة جدا. يعني معناه لو الموسم عشان يبدأ لو قلنا مثلا جاهز تحت كل القرارات دي في 1/7 انت داير تبدأ الموسم لحد 15/8 وعداك الخريف والظروف هل الحاجة دي بتبقى. دي من ناحية. من الناحية الأخرى يعني إذا كان الاتحاد داير يمشي باتجاه ثاني وإقدار الممثلين وخلافه أيضا يعني بتجي مسألة الشروط اللي بيختار بها الاتحاد، هل يختار النتائج بتاعت الموسم السابق، يختار النتائج بتاعت الموسم ده، هل الصلاحية دي هي صلاحية مجلس الإدارة، هل هو محتاج لجمعية عمومية. بصراحة أنا برأيي إنه المسألة يعني معقدة جدا وصعبة جدا ودي ظروف غايته يعني ما بنحسدهم عليها، لكن إحنا كلنا يعني طرف اصيل في هذه المعمعة ومن الصعب انه الخروج برضه ما بكون بشيء سهل. يعني دي وجهه نظري انا. والله حقيقه انا واحد من الناس يعني بتفق معك، يعني يمكن في معظم الكلام اللي انت ذكرته وانا بتفق معك تماما، خاصه تطبيق الاشتراطات يعني حتى علينا نحن كجمهور صعب. يعني زي ما ذكرت انت اذا 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 الان يعني حدث انه تم منع الجمهور قد يحدث بعد الخروقات زي ما قال كابتن ابراهيم قبل شويه، عدد اللاعبين اقصد عدد الاداريين يكون اكثر، التباعد الاجتماعي غير موجود، ففي بعض المشاكل يمكن يا اخ عاصم تكون متابعه حتى الان على المستوى في الشارع. اكيد اكيد يعني هي دي يعني مساله واضحه، وزي ما قلت لك ان احنا بلد يعاني من ضعف في كل البنيه التحتيه. نعم. وبالتالي احنا حتى بدون يعني بدون المشاكل بتاعت الكورونا دي احنا ما كنا منظمين مرتبين بصوره جيده. يعني انت بتمشي الملعب الشرطه مفروض يجيك مثلا في الشرطه ساكن، لو مفروض يجوك 15 في القوه بتيجي تلقى ان القوه جاتك 8 ساكن، في اقل مشكلة ما بتلقى انه في زول بيقدر بيعمل رد فعل عشان يعالج المساله وكذا وخلافه. اذا كان داير تجيب اكبر عدد من القوه محتاج انه تخترق سلطات، محتاج انه تعمل ترتيبات، محتاج انه يكون في صرف، ودائما بيحصل تلكؤ في المحل من قبل الاتحاد ومن قبل الشرطه بنفس الوقت. نعم. مساله ما يعني ما 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 مساله سهله بالمناسبه. يعني احنا يعني انا ما شايف انه الموضوع ده سهل. يعني الناس صحيح شفقانين وعايزين والموسم يبدا وكذا وبتاع، لكن ابدا بالظروف الموجوده دي يبقى من الصعب جدا ان الموسم ده يبدا ويستعرف بصوره كده اسمه. طيب انت رؤيتك شنو؟ انا لو سالتك انت رؤيتك شنو؟ والله انا اللي بشوف اول حاجه يعني يجب التاكد انه الجائحه بتاعت كورونا دي هي انتهت تماما او يعني كده. انا بالنسبه لي يعني لو ما انتهت من الافضل انه احنا ما ندخل في حاجه احنا ما بنقدر لها، لانه في النهايه حنصل في محل ما بنقدر نمشي وبعد شويه ثاني نضطر نوقف الموسم لمره ثانيه. فالاستعجال في المساله ما تبقى، اذا كان هي في اشتراطات من الفيفا احنا ما قادرين نقابلها والله احسن الحاجه دي الناس ترجع ما ندخل، احسن ما ندخل فيها. لذلك انت تتخذ قرار واضح. يعني احسن ما ندخل فيها. والله احسن ما ندخل فيها، انا بشوف احسن ما ندخل فيها، لانه احنا ما عندنا امكانيات بصراحه. نعم. انه يكون شغلنا بس حب ساكت للكوره وبتاع قاعدين نمشي، لكن احسن ما ندخل فيها بدون امكانيات يعني. نعم. طيب انت رؤيتك شنو الان؟ الناس تعمل شنو؟ لو السؤال حوليك انت ودوك الامر كان عندك انت، بترى شنو؟ في انه الموسم يعملوا ليش شنو؟ والله الموسم ده انا اللي انا بشوفه انه يعني مجلس الاداره بتاع الاتحاد يجتمع يرجع للوائح بتاعته والقوانين بتاعته، اذا كان هو عنده الصلاحيه فانه يختار الجهه الممكن تمثل السودان، اذا كان ما عنده داير يرجع لجمعيه عموميه يحاول انه بقدر الامكان يرسخ في انه يعمل اجتماع لجمعيه عموميه بطريقه او باخرى عشان تاخذ القرار ده يعني. نعم. انا بحييك كثير جدا استاذ عاصم رئيس نادي المريخ الفاشل، شكرا لك كثير. تعليقك شنو على كلام الاخ عاصم القولاني؟ طيب والله انا حقيقه اولا داير احييه. نعم. تحيه حقيقيه.
لانه يعني ممكن انا يعني زمن طويل جدا ما لقيت واحد من الاداريين الشغالين في الانديه السودانيه يتكلم بال اولا تكلم بحياد خالص صح. رغم انه مريخ الفاشل من اكثر الفرق تضررا من انهاء الموسم بهذه الصوره, الصورة. كل صح. الناس بتعرف انه الموسم رغم الظروف اللي حصلت للفريق, حادثه الحريق ووفاه لاعب واصابات اكثر من لاعب مؤثرين في صح. الفريق بصوره كبيره, لكن هو لم يتحدث عن تضرر مريخ الفاشل, تحدث بحيادية كبيرة جدا كواحد من أندية الدوري نعم. الممتاز, وعن أهمية هذا الاحتياطات الصحية, رأيه في أنه هذا الأمر لابد من أنه هو يكون يعني فيه مراعاة للأمور الصحية, وخوفه من 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 انه ان احنا نخش في حته. فانا اعتقد انه هو فعلا تحدي حقيقي بالنسبه للاتحاد ان هو يواصل الموسم. نعم انا بحييك كابتن ابراهيم, هناخد فاصل ونجي راجعين. مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ونعود لنتواصل. رحب بكم من جديد, رحب بكابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم, استاذ عاصم يتكلم كلام جميل وكلام يعني كان واضح ومرتب وكلام بعيد عن الانا, الانا هنا بقصد بها مريخ الفاشل, يعني ما حتى ما ذكر مريخ الفاشل. دي طبعا روح المفروض تتوفر في الرياضه, انك نعم. انت دائما رايك ما يكون بيخدم مصلحه فريقك, نعم. انت تكون زول فير وتقول الراي بكل صراحه. نعم. هو رايه انه اكمال الموسم في ظل الظروف الناس بيتكلم, لكن اعتقد انه الاتحاد برضه عنده خيارات كثيره, ممكن يلعب دوري موحد, يعني ممكن يلعب مجمع في يعني كله مثلا في الخرطوم, كل الفرق تتجمع في الخرطوم وتلعب مباريات في الخرطوم, وان كان برضه حتتضرر منها فرق كان عندها ملاعبها وعندها, لكن انت في الاخر ملعبك انت ما في جمهور وما في دخل, فبالتالي ممكن الاتحاد يتولى هذا الامر وتكون المسألة مجمعة. الاتحاد نفسه ممكن يضحي, يعني ممكن يصرف على هذا الأمر, لأنه أسأل الحال لاحظتها أنه أستاذ الفاتح بانيه بيتكلم عن أنه هم دايرين وزارة الصحة تتحمل, لكن برضه الاتحاد ممكن يتحمل إسكان هذه الفرق تتلعب كل ثلاثة, ممكن كل ثلاثة أيام, يعني أنت بتلعب مباراة كل ثلاثة أيام غير إعداد, يعني التوقع لا هو لا بد من إعداد, لكن حتى الإعداد الناس الآن بيتكلموا عنه ستة أسابيع دي أنا أعتقد أنه ده إعداد خرافي, لأنه كل الآن الأندية الأوروبية رجعت, يعني كلنا بنعرف حجم الإعداد بالنسبة للاعب بيلعب في دوريات الأوروبية كلها خلال ثلاثة أسابيع. لكن أنت بتتكلم برضو الإعداد. عن تكوين البنية بتاعة اللاعب الأوروبي, ليس اللاعب الأفريقي كمان السودان, ما هو شان يعني كده أصلا ما جاهز طيب. حتى لا تغذية لا هي أنت إحنا عندنا مشاكل كبيرة عضلات. إحنا عندنا مشاكل كبيرة في دوري. أولا إحنا الكجب بتاعنا فيه 25 لاعب, نعم, دي واحدة من من المشاكل الكبيرة. يعني بالنسبة أنت المفروض يكون 30, مفترض يكون أكثر من 30. الكشف انا في رايي انه مفترض يكون اكثر من 30, خاصه يعني احنا عندنا يعني الان انت اذا تعرضوا لك خمسه لاعبين لاصابات انت الكشف بتاعك اللي بتمشي به المباراه ممكن يكون ما مكتمل, يعني انت ممكن تفقد في خانه واحده, يعني في فتره من تضطر تلعب لاعب من خانه ثانيه تلعبه في الخانه دي, ويعني انا اعتقد انه دي برضه واحده من المشاكل الكبيره احنا بالنسبه لنا. طيب عشان نكمل الموسم, طيب هنمشي للهلال الفاشر, لان يعني كان قبل شويه معنا مريخ الفاشر, نمشي للفاشر. الاستاذ عبد الباسط موسى الامين العام لنادي الهلال الفاشر. استاذ عبد الباسط بنحييك من زمن الرياضه بقناه الشروق, واهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم ومرحب بمشاهدين قناه الشروق ومرحب بضيفك الكريم ان شاء الله. استاذ عبد الباسط يا ريت نتحدث, يعني يمكن قبل شويه كان معايا الاستاذ عاصم ومعايا كابتن ابراهيم داخل الاستوديو, بنتحدث عن الجائحة كورونا اللي أثرت على الموسم الرياضي أو كرة القدم بالسودان, يا ريت نسمع رأيك فيما يحدث الآن. والله طبعا الجائحة بتاعت كورونا دي هي مسألة يعني نقدر نسميها أنه عالمية, نعم, قطب على كل المناطق في العالم وأثرت مش على الرياضة بشكل خاص, يمكن أثرت على جميع مناحي الحياة في أنه الناس تكفت بشكل كامل, سواء كان حتى على مستوى الاقتصاد, سواء كان اقتصاد رياضي او اقتصاد عام, ف
حتى النشاط الحركه الطبيعيه بالنسبه لاي شخص برضه تاثرت بها. نعم. فافتكر ان احنا جزء من العالم ده وشيء طبيعي انه الدوري يقيس يعني. نعم، طيب رؤيتكم شنو؟ والله نحن رؤيتنا طبعا الامر هو بيد الاتحاد العام هو الجهه المنظمه انه تحدد مسار سواء كان استئناف النشاط او الغاء الموسم وهو الجهه الفنيه المختصه بذلك وعندي لجان يعني لها درايه ولها خاصيه كبيره جدا في التعامل مع مثل هذه المواقف وبرضه ممكن نقول انه الجهات الصحيه هي صاحبه القرار الاول في هذا الامر يعني. نعم. طيب اذا سالت يعني انتم الان في هلال الفاشر هل جاهزين انه تكملوا هذا الموسم من الناحيه الفنيه من الناحيه الماليه من كل النواحي الاخرى، هل جاهزين ولا بتفتكر انه عندكم راي اخر انه الدوري مثلا يتوقف او يلغى هذا الموسم؟ رايك شنو انت؟ والله طبعا احنا كنادي او كنادي هلال الفاشر بالاخص بنفتكر انه دائما القرارات بتاعت الاستئناف او النشاط هي قرارات يعني منظمه انه ننفذها يعني. نعم. عندنا اكثر من كده لانه تعودنا كده اصلا ده الوضع الطبيعي لكل الاشياء اللي بتحصل في الرياضه في السودان لانه نحن في النهايه نادي يعني. نعم. اذا قال لك منافس تطلع جدول فانك انت لاعب يوم 1/7 ما عليك الا تجهز نفسك سواء كان اسبوعين اسبوع 10 يوم 3 يوم في النهايه هو ده الامر السائد في السودان. نعم. طيب لكن انا افتكر انه الان الرؤيه واضحه لاي زول يعني واذا اصلا السين في المجال الناس بلا شك يعني ما عندها شيء تقوله واذا الغي الموسم انا افتكر برضه ودي حال اللي انا افتكرها انه هي الافضل الناس ترتب نتيجه بشكل كويس تعلم موسم جديد بشكل بوقت مبكر وبحاله مبكره ده اذا ما استمرت هذه الجانحه من خلال الموجه الثانيه اللي بدات يعني تتحدث عنها منظمه الصحه العالميه. طيب استاذ عبد الباسط انتم الان في هلال الفاشر هل بديتوا اي نشاط او بديتوا تجمعوا لاعبين او تحدثتم عن لاعبين؟ هل قدراتكم الماليه الان هي بتسمح لكم انكم تعدوا الفريق حتى ولو اسبوعين مثلا؟ والله طبعا المزرعه بتاعت انك تجمع لاعبين الان ما موجوده صعبه حتى هو مجلس الاداره عشان يجتمع عشان ما متوفر. نعم. يعني مساله صعبه جدا لكن الامكانات الماليه دي طبعا هو اصلا ما في نادي يعني احنا لما كان في الوضع الطبيعي يعني كان في مشكله السودان هو بيدخل عارف نفسه انه داخل على تسجيلات او على بدايه نشاط طبيعي انه بكون ما عنده مشكله بتاعت مال ناس شغاله رزق اليوم باليوم فده امر طبيعي يعني انه الناس كالعاده يعني ما عندنا خطط واضحه كل الانديه في السودان ما عندها خطه واضحه تتوقف على الدعومات متى ما يعني نادى المنادي الناس بتجي بتساهم والمنافسه بتبدا لكن ما في خطه واضحه كده عشان في نادي يعني ما في ميزانيه لكل انديتنا في السودان ما في طبعا يعني ولا حتى هلال المريخ ولا حتى الانديه الكبيره لا لا ما في الهلال طبعا يا هو جايب الكاردينال والمريخ هو جايب شوتوكال يعني ما امري واضح جدا اذا الواحد لو زعل ساكت ممكن هذه مشكلة حقيقية يعني فعلا كلامك منطقي جدا ويمكن دي من اكبر المعضلات والمشاكل اللي بتواجه كرة القدم داخل السودان. نعم استاذ عبد الباسط اذا 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 القرار اصبح في يدك او في يدك هل تلغي الموسم؟ نعم. هل بتلغي الموسم؟ نعم بلا شك. نعم انا بحييك كثير جدا استاذ عبد الباسط موسى الامين العام لنادي هلال الفاشر تعليقك. هو طبعا نفس الاتجاه. نعم. اللي هو اتجاه انه الدوري يتلغي وطبعا بالنسبه للانديه الخاصه زي يعني زي هلال الفاشر دي ما دي انديه الوسط. نعم. اللي هي لا هي متضرره من مساله لا في المنافسه لا هابطه. نعم. نعم فهي دي في النص. بالنسبه لهم دي يعني الوضع ممكن يكون طبيعي ممتاز. يعني ما بيفرق وده واضح من كلامه يعني قالوا لنا تعالوا انا ونجي نلعب ما قالوا الدوري اتلغي يعني احنا بالنسبه لنا ما فارق لكن انا اعتقد انه بالنسبه للاتحاد واذا لعبوا كابتن ابراهيم قالوا هتمشي اذا لعبوا ممكن يكلفهم اكثر مش كده؟ نعم هي طبعا شوف احنا 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 ما ناخذ باوروبا لان اوروبا سبقتنا في الجائحه وسبقتنا الان في عوده الدوريات. نعم في دول لغت الدوري
وتوجت الابطال اللي هو زي مثلا باريس سان جيرمان. لكن طبعا باريس سان جيرمان بطل الموسم السابق، نعم، وبطل ومتصدر هذا الموسم، ما كان فيها مشكله وتم تتويجه، ما في مشكله. لكن هي المشاكل بتظهر في حتات ثانيه، يعني المشاكل مثلا بتظهر لك في انه مثلا زي السودان البطل الموسم السابق المريخ، نعم، الموسم ده متصدر الهلال، نعم، فدي واحده من المشاكل، الكبيره. تظهر لك مساله التمثيل للبطوله الافريقيه، اللي بتظهر لك في الموسم السابق الخرطوم الوطني كان واحد من الفرق، الان بعيد عن الروليت، عن الترتيب، نعم. فريق زي مريخ الفاشر زي ما قلنا، والامل، الامل هو الان في في في, في المركز الرابع، نعم. ومريخ الفاشر كان بامكانه عنده الفرصه يكون في منافس بصورة قوية على هذا المركز، فدي برضو واحدة من الأشياء اللي فيها المشاكل. هليشندي برضو كان عنده إمكانية زي الدوري اكتمل إنه هو ينافس برضو كواحد من الأندية. طيب عندك المشكلة بتاعت الهبوط، عندك التأهيلي، انت عندك فرق الان توصلت للمرحله، وصلت للمرحله النهائيه من الصعود الدوري الممتاز، ما ما ممكن الموسم الجاي تقول لي ابدي، نعم. فهي بتبقى المساله مش في انه الدوري يكتمل ولا ما يكتمل، هي قرارات ما بعد، انه عندها توابع. اذا قررت انك انت تلغي الدوري، ما هي القرارات اللي بتحفظ لكل زول حقه؟ انا اعتقد اذا الحقوق محفوظه بالنسبه لكل الناس، يعني انت ما بتقول لي لا اهبط وانا لسه ما كملت مبارياتي، ما بتقول لي لا والله أصعد. انت محروم، انك انت السنه الجايه لا تبدا ثاني تاهيلي من جديد. اذا الحقوق دي محفوظه، انا اعتقد بعد ذاك القرار اللي فيه المصلحه العامه هو. انت بتتوقع شنو كابتن ابراهيم؟ والله شوف، انا من خلال ما لمسته من وزاره الصحه، وزاره الصحه متمسكه جدا ب مسألة الاستمرار الحظر بصورة كبيرة، وبيشوف انه الامر فيه صعوبة، فيه خطورة كبيرة، يعني انه البلد تنفتح مرة ثانية. لكن اعتقد انه عودة مباريات كرة القدم باشتراطات وبالبروتوكولات المعروفة ما فيها خطورة. هل احنا بننفذها يا كابتن ابراهيم؟ انت قبل تكلمت عن نقطة وهي هي دائرة تجهيزات، هي بصراحة ودائرة تضحيات كثيرة جدا، يعني الاندية حتضحي، لازم يعني تصرف وما في عائد، الاتحاد حيصرف قروش كثيرة جدا من أجل إنجاح هذه الموسم، لكن في الآخر ده يبقى جزء من الخسارات. يعني ما خلاص أنت العالم ده كله خسر، التجارة الآن يعني خسرانين قروش كثيرة جدا، أصحاب المطاعم الفنادق الجهاد بيدفعوا في إيجارات لفترات طويلة جدا الآن وهم ما شغالين، فهي الخسارة كل الناس، هي الاقتصاد العالمي ذاته فيه مشكلة الآن، بالضبط الآن يعني تجارة البترول فيها مشاكل، الطيران فيه مشكلة، الصين الآن بتخسر في خسائر كبيرة جدا في مسألة التجارة العالمية، فمسألة هي خسارة عامة. فأنا أعتقد أنه اتحاد الكورة برضو كجزء أصيل وهو المنوط به وإنه هو يعني يقوم بهذا الشيء، خسارته بتكون حاجة مهمة. ما يتخيل إنه الاتحادات الأوروبية، صح هي دي اتحادات غنية، لكن في نفس الوقت الخسارات بالنسبة لها خسارات كبيرة جدا. يعني الاقتصاد العالمي تأثر، يعني يمكن ليس في كرة القدم ولا في الرياضة فقط، ولكن الاقتصاد عموما بالتأكيد الموضوع صعب، يعني لأنه أنت لو عايز تمشي لمباراة مثلا بس فريق من الخرطوم عشان يمشي شندي، بدل كان يمشي بباص واحد حيمشي بباصين، والسعر ذاته اصبح إشان يعني عشان على الاقل يوفر مساله التباعد بالنسبه للاعبين والاسعار، يعني انت عشان تاجر باص بالضبط، يعني يعني مشكله حقيقيه يا كابتن ابراهيم. نحن يعني يمكن تكلمنا عموما، اذا مشينا للفريق او فريقي القمه، المريخ والهلال والهلال والمريخ، وقضيه اللاعبين الاجانب ومطلقي الصراحه، يعني ناخذ المريخ كنموذج، وانت شايف الحاصل في المريخ في الميديا، وحتى الان كثير من المشاكل، والان يمكن بيتكلم عن قضيه كوكو انتهت اخيرا لاعب الطرف اليمين. طيب هي دي طبعا امتداد للفشل الاداري، انا في رايي في الكره السودانيه بصفه عامه، نعم. بدا من اتحاد الكوره والادارات الانديه على مستوى مجالس الادارات، حتى على مستوى ادارات الكوره، يعني احنا عندنا مشكله انه احنا عايزين نعيش الاحتراف بدون ما نطبقه في 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 سلوكنا، ولا عندنا ارضيه، نعم. والغياب السيستم عن 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 كل العمل بتاعنا، يعني احنا اي حاجه عندنا، انت مفترض يعني الان لو مشيت اي مؤسسه حكوميه او شركه خاصه او كده، بتحس انه في سيستم بتاع عمل. احنا عندنا في كره القدم ما في، على الرغم انه كره القدم يمكن الان اكثر من 40 سنه تحولت ل يعني صناعه، وبقت الناس خاشه فيها، عندها نموذج اداري منفصل على فكره، حتى
الدراسه. يعني مثلا انت بتقرا الام بي اي اللي هو ماستر اوف بزنس ادمنستريشن، في ام بي اي متخصص للرياضه، وفي الرياضه ذاتها في ام بي اي متخصص لكره القدم. فانت مثلا مشت في تخصصيه عاليه جدا. انت لما تيجي تتكلم عن انه انت متخيل انك انت ممكن تجيب لاعب وتعمل معاه عقد، والعقد ده فيه شروط، وتطلق صراع هذا اللاعب او يمشي بلده او لاي سبب من الاسباب، وانت ما تديه قروشه، وتلغي العقد ده من طرف واحد، وسجل لاعب في خانة هذا اللاعب، متخيل انه هذا اللاعب ما حيمشي يطالب بحقوقه، انت مخطئ. الا اللاعب السوداني، لانه اصلا هو ما عارف حقوقه شنو، ولا عنده وكيل بتاع لاعبين بيعرف ليه، ولا عنده محامي متخصص. احنا الان حتى المحامين، احنا ما عندنا المحامين متخصصين في الرياضة، في سودانيين خارج السودان، لكن يعني قاعدين في الخليج وفي في 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 متخصصين في مساله الكره القدم وقوانينه، وبيعرفوا يجيبوا لك حقك من 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 الاتحاد الدولي ومن الكاس ومن كل هذه الجانب. لكن اللاعب نفسه هو ما بيكون عارف، حتى مش اللاعب بس، المدرب الموظف، كل الناس زي على فكره قاعد تتم اقالات تعسفيه، وبيكون عندهم متاخرات وعندهم، لكن الزول ما بيجيب خبر في انه هو يطالب بهذه الحقوق. وعلى فكرة أحيانا حتى العائد ده ممكن يكون أعلى من المبلغ. يعني أنت بتكون في لحظة التيرمينيشن بتاعت العقد، أنت كان ممكن تدفع للزول ده 10,000 دولار، لأنك ما دفعت 10,000 دولار دي، تضطر أنك تدفع له أكثر من 10,000 دولار، وتدفع تكلفة القضية نفسها. المحامي اللي هو بيمشي يدفع بكلفه ده قروشه بتدفعه أنت. وبتدفع رسوم المحكمة اللي حتتكون إذا الموضوع وصل للجنة التحكيم بتدفعها أنت. فبتبقى المسألة فيها حتى منصرفات عالية جدا. ده قلنا لأنه الإداري كان بيشتغل شغل ما عنده علاقة أبدا حتى بالقوانين الرياضة، وده زي ما قال كابتن عاصم أنه يعني الأندية معتمدة على أفراد. هو شوف، أنا الشيء الغريب أنه معظم الناس الشغالين في مجالس الإدارات إما أنه هم بيزنس مين، أو هم رجال قوات نظامية، أو قانونيين، لكن للأسف ما قاعد يلتزموا، أو ما أنا ما بعرف، يعني هم حتى ما بيقروا العقود بصورة عميقة. يعني أنا ما ممكن نفس يعني مثلا نضرب مثال الهلال. الآن مرتين الكوكي، نبيل الكوكي المدرب، بيشتكي الهلال بعد ما يسافر تونس، طالب بحقوق وبيكسب قضيته وبياخد قروش. طيب يا أخي، أنت من الأول ليه هديه حقه؟ أنت وأنا زي ما أقول ما في داعي للفضايح يعني. إنه طيب بعدين مسألة التكرر، هذه الأشياء ودي الحاجة اللي بالمناسبة الأندية اللي ما خدتها في بالها، إنه مسألة التكرر، تردد اسمك على الفيفا بيخليك انت بلاك ليستد. ممكن فجاه الفيفا يفاجئك بقرار بانه يا اخي النادي ده نزلوه الدرجه الثانيه، اصبح كالمتهم الان. الفيش ولا بالضبط كان نعم. طيب انا في ذات الموضوع معي على الهاتف كابتن الاستاذ ناصر بابكر، الصحفي الرياضي المعروف. استاذ ناصر مساء الخير، واهلا ومرحبا بك مره اخرى في زمن الرياضه وقناه الشروق وهي بتعود مره اخرى وتواصل. مرحبا بك استاذ المعتصم محمد الحسن، مرحب بضيفك الكريم كابتن ابراهيم سليمان، مرحب بكل مشاهدي زمن الرياضه. طيب كابتن ناصر، اذا تكلمنا عن اللاعبين والمدربين الاجانب، وقلنا بخط عريض انه خطر بيهدد فرق القمه. والله صراحه استاذ المعتصم، الملف ده ملف مهم وملف شائك جدا. نعم، وحقيقي يعني بشكل خطر مش على أندية القمة بس، يعني الأندية السودانية خصوصا الأندية اللي بتشارك افريقيا الآن، المريخ والهلال وأهلي شنقي، الثلاثة عندهم قضايا في الاتحاد الدولي. الهلال يمكن 4 قضايا، بن فرج والعويدات وجريفن بومبو والكوكي، والمريخ الآن أنهى ملف دونه، وهو عنده لسه ثاني قضية بتاعت ماركوس، وأهلي شنقي عنده القضية بتاعت المدرب الصربي خليلوفيتش، يعني والقضايا في المريخ والهلال تحديدا، لانه بيكثروا من عمليه التعاقد مع اجانب سواء شركه فنيه او لاعبين كثيره جدا، واسمهم بقى يتردد بكثره في اروقه الاتحاد الدولي. حقيقه الملف ده فيه اخطاء كبيره جدا، اخطاء لا تغتفر من اداره الانديه في مساله شكل العقود نفسها من الناحيه القانونيه، بعد ذاك الطريقه بتاعت انهاء العقود، بعد ذاك الالتزام ذاته بسداد الرواتب ومستحقات اللاعبين او المدربين ديل،
وهي دي مساله لا تبتعد ترجعك للعقليه الاداريه، لانه انت في النهايه لما تيجي تتعاقد مع اجانب المفروض يكون الوضع المالي للنادي عندك قدامك متاح، انت عارف وضعك المالي بتقدر تسدد الحاجه دي ولا ما تقدر تسددها. الوضع المالي للبلد نفسه يعني معروف انه سعر الدولار بيتصاعد بطريقه جنونيه في السودان، يبدا مساله الاجانب خصوصا في ظل احنا الانديه بتعتمد على افراد، مفروض يكون في رؤيه واضحه انه يعني على الاقل في السنوات الحاليه الناس تعتمد على الوطنيين الى حين يتم خلق موارد، يعني يبقى في شكل اداره مختلف. لكن حتى في حال الاتجاه للاجانب يعني اذا الادارات رات انها قادره انها تسدد الفاتوره بتاعت الاجانب، برضه مهم الاستعانه بالمختصين في مساله التعاقدات، في مساله اختيار المدرب واختيار اللاعب وتوقيع العقد وبعد ذلك انهاء العقد. والاتحاد السوداني برضه عنده دور مهم، يعني انا بستغرب انه لاعب اجنبي كيف بغادر السودان وهو ما استلم حقوقه. يعني الاتحاد المفروض نظره المخالفه دي يشدد فيها انه لازم اي لاعب قبل ما يغادر لازم يستلم مستحقاته. وهنا برضه في النقطه بتاعت انه الانديه برضه بتتحايل يعني بتوقع عقدين، عقد بيكون بتوجعه في الاتحاد السوداني وعقد ثاني بيكون مع اللاعب لكن بيكون برضه موثق والفيفا بتحترف به في النهايه. فدي واحده برضه من المشاكل اللي الاتحاد السوداني المفروض يكون عنده فيها كلمه، مساله مشاكل الاجانب لانها هي سمعه سيئه ذات للكره السودانيه. لكن انا ارجع واقول يمكن قبل فتره انا ناولت ملف المساله بتاعت الاجانب فيها مافيا شبكه بتاعت مافيا، انا اقول الكلام ده بصريح العباره في شبكه بتاعت مافيا فيها اجانب فيها معانين وفيها وكلاء، وللاسف الشديد الشبكه دي مخترقه الانديه السودانيه تحديدا انديه القمه اختراق كبير جدا. في عناصر بتشتغل مع الشبكه دي شبكه بتاعت وكلاء ومحترفين ووكلاء ومحامين وبتساهم في انه الانديه السودانيه سواء المريخ او الهلال يخسروا القضايا، حتى قضايا يعني زي مثلا قضيه دون كل لاعب وقع مخالفه استلم $8,000 ومع ذلك المريخ خسر القضيه وقبلها مارسيال لان هم مخترقين الانديه دي. في اخطاء كبيره جزء منها قد يكون عدم درايه، جزء منها قد يكون عمدا ويتم بعد ذلك اختصام المبالغ او الاحكام بتفاصيل بسيطه على الانديه يتم اختصامه مع الوكلاء ومع اللاعبين. طيب يا كابتن ناصر ينال الفتاة والباقي يتم اختصامه بين شبكه كبيره جدا الملف ده لازم. طيب يا كابتن ناصر يعني انت يعني يا ناصر الخطر بتاع ناصر لازم الناس تجيك النقطه دي. يا ناصر بتتكلم عن الشبكه، هل الشبكه دي فيها سودانيين؟ اكيد الشبكه فيها سودانيين، يعني ما هي شبكه هي فيها اجانب وفيها سودانيين. لو ما فيها سودانيين وعناصر في الانديه وقد يكون في اتحاد الكوره برضه ما بتقدر يعني تكسب القضايا بشكل مستمر وشكل متكرر، لكن برضه الشبكه دي هي ما بتقدر يعني ما بتشتغل في سوق الا سوق الفوضى وسوق العشوائيه، يعني في انديه محترفه بحق وحقيقه ما بتقدر اواج لانه ما بتلقى ثغرات تستند عليها، لكن في الانديه السودانيه قاعد تلقى ثغرات كبيره جدا، قاعد يكون في اخطاء، قاعد يكون في تجاوزات في بعض القضايا من الاتحاد السوداني نفسه بيترتب عليها بعد ذلك انه الانديه دي تخسر قضايا في الفيفا. فالملف كبير والملف شائك وفيها سودانيين، الشبكه فيها نعم. سودانيين. نعم. طيب كابتن ناصر احنا ان شاء الله يعني ده ملف كبير وواسع ونكلم اخونا العشاي المنتج ان شاء الله يعني يكون عندنا حلقه تختص بهذه المافيا وهذه الشبكه لانه الموضوع جد خطير. انا بحييك كثير استاذ ناصر بابكر الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي، شكرا لك كثير. كابتن ابراهيم احنا باقي لنا دقائق بسيطه، تعليقك على كلام الاخ ناصر في هذا. طيب انا طبعا كلام ناصر ده انا قلته اكثر من مره. نعم. لكن ما قلته بهذا الموضوع. انا قلت انه واضح انه في وكلاء لاعبين ومدربين بيقوا عارفين يعني شخصيه الاداريين السودانيين والجمهور السوداني والمشجع السوداني. بيجي اللاعب او المدرب بسي في ممتاز جدا، ببدايه جيده يبتدي يكسب مبارياته بصوره طيبه جدا، بعد فتره معينه بيقول يا اخي ابتدي اخسر المباريات، اعمل كده، افتعل مشاكل، اعمل حاجات. يعني انت لو جيت شفت كل المدربين ديل بتلقى انه الكيرف بتاعهم بيبتدي في العالي وبعد شويه يبتدي ينحدر، كل اللاعبين بيبتدي يتالق ويسجل في المباريات الاولى كصفقه مربحه ويبتدي بعد شويه تحصل المشاكل، بيقوم بيحصل التيرمينيشن لعقده في فتره احيانا بتكون اقل من ربع العقد، يعني لاعب بيكون التعاقد معه سنه بعد شهرين او ثلاثه شهور يحصل تيرمينيشن، فبيبقى بالنسبه لمجلس الاداره
القصة يعني شايفينها زي خرافية كده، انه انا ادفع لزول 10 شهور وانا ما حخليه، وبقوا مستمرئين القصة دي، وكل يوم هي ماشية، وواضح انه احنا الى الان ما مستوعبين يعني انه ان احنا فعلا واقعين في شبكة بتاعت عصابة هي بترسم علينا بصورة مستمرة. حنتكلم كابتن ابراهيم مستمرة. سليمان الزمن انتهى، حنتكلم عن هذه الشبكة وعن هذه العصابة وعن الاداريين اللي يمكن كان لهم دور وتأثير كبير جدا في هبوط وتدني المستوى الرياضي في السودان وخاصة كرة القدم. شكرا جزيلا كابتن ابراهيم. شكرا متصم، اتمنى انه انا اكون في هذه الحلقة لانه في افادات كثيرة جدا الناس ان شاء الله ممكن تقولها باذن الله. حتكون معنا في هذه الحلقة، وكابتن عشاي متابع معنا، وحتى نلتقي مشاهدي الاعزاء في حلقة اخرى من زمن الرياضة. لكم دائما احلى تحية.